اهلا بحضراتكم من جديد. ضيفي وضيفكم دلوقتي بيرحب بيه واحد من نجوم الاهلي السابقين وايضا واحد من ابناء الاهلي السابقين، كابتن عمرو الحلواني. شرفنا يا كابتن عمرو. كابتن اسامه، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ زي الفل يا كابتن. نقول مبروك. الحمد لله، طبعا حاجه كويسه جدا ان انا موجود في جوه جدران النادي الاهلي، حاجه مميزه. طب نقول للناس ايه؟ مبروك على ايه؟ على المدير الأكاديمية كابتن عمرو حلواني، يعني من كام يوم أصبح مدير أكاديمية النادي الأهلي فرع بنها، وبعد اعتزال كرة القدم يعني خد كارير المجال الإداري، وهو كان حابب الكلام ده، وأول مكان اشتغل فيه في بيته النادي الأهلي. ده شرف ليا يا كابتن أسامة، وحاجة مميزة جدا. لما كابتن شطة كلمني وأنا رحبت بالموضوع ورحت اتكلمت مع كابتن شطة، بصراحة حاجة كبيرة جدا. كابتن شطة كان مدربي وقيمة وقامة يعني، واتكلمت أنا وهو في حاجات كتيرة في موضوع الأكاديمية. بصراحة يعني رحب جدا وقال لي أنت واحد من أبناء النادي الأهلي، وأنا مرنتك وعارفك كويس جدا، أنت عندك طموح، فإداني المجال أنا أبقى مدير الأكاديمية في فرع بنها، وقال لي اللي انت عايزه هعمله لك كله. واتكلمت معاه في كذا حاجه اسامه، والله كل حاجه. واتكلمت معاه كابتن شطه قال لي متاحه ليك، والحمد لله دلوقتي بدانا نمشي في الحاجات. جميل كابتن شطه صراحه، جدا جميل ومحترم، كان معايا الحلقه اللي فاتت وما بيتاخرش عن حد، وعامل شغل يعني رائع. فكنت النادي الاهلي، وكمان الحلقه اللي فاتت للامانه على الهواء اداك حقك واتكلم عنك كلام محترم جدا. طبعا كابتن شطه مدربي وابويا طبعا، وراجل قيمه كبيره جدا في الاداره، وقيمه كبيره جدا في افريقيا. كابتن شطه بصراحه حاجه مكسب لاي منظومه يكون فيها يعني. انا برضو عايز يعني اشكر الناس بتوع بنها، الدكتور جمال سوسه والدكتور تامر سمير والدكتور هاني زكريا، الناس دي بصراحه المسؤولين عن الجامعه والمشرفين عن الجامعه اللي فيها الاكاديميه. بصراحه اول لما كلمتهم رحبوا جدا بالموضوع وقالوا احنا معاك في اي حاجه. هم بيحبوا النادي الاهلي وهم عارفين قيمه، والفرع هناك معمول في جامعه بنها. جامعه بنها كويس. وكمان هم عارفين قيمه النادي الاهلي يا كابتن اسامه، وعارفين النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا وحاجه براند يعني. انا بصراحه رحت يعني كنت مبسوط بالمقابله اللي هم قابلوني بيها، ومبسوط بحب الناس للنادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله كابتن، انا بوعد اهالي بنها واولياء الامور بتاع بنها ان شاء الله هيشوف حاجه مختلفه السنه دي، هيشوف حاجه تليق باسم النادي الاهلي، هيجيبوا اولادهم ان شاء الله نعلمهم مش كوره بس يا كابتن اسامه، كوره وادب واخلاق وحاجات تاديبيه وحاجات سلوكيات وفي التغذيه، لا حاجات كتيره جدا، هتشمل حاجات كتيره جدا. وكمان خدت وعد من الكابتن بدر رجب، اي لعيب كويس. اي لعيب موهوب يعني مع قطاع جدا الشيء. جدا بصراحه يعني اي لعيب موهوب انا شايفه والمدربين شايفينه، على طول هتواصل مع كابتن بدر وانقله القطاع النادي الاهلي. في هي النادي الاهلي كلها كابتن اسامه كلها منظومه كامله متكامله بتشتغل على اعلى مستوى، حاجه بروفيشنال يعني. انا سعيد بالتجربه دي وان شاء الله ننجح كلنا ان شاء الله. بدات العمل في بنها ولا لسه في مرحله التحضير دلوقتي؟ احنا الافتتاح بتاعنا اشتراك للموسم الجديد فتح بقاله 10 ايام بالظبط. اول ما كابتن شطه كلمني تاني يوم على طول رحت بنها وشفت الحاجات اللي احنا عايزينها، وشفت السلبيات والايجابيات اللي موجوده هناك، وقعدت مع الناس. وان شاء الله الافتتاح يوم 15/6 باذن الله، هنعمل حاجه باذن الله مختلفه. اوعد الناس هناك اللي هنعمل حاجه تليق باسم النادي الاهلي، والولد هيجي يبقى حابب اللي هو يكون موجود في الاكاديميه، وهيبقى في نظام وفي سيستم هيعجبهم ان شاء الله باذن واحد احد يعني. يوم اعتزالك او كان مباراه الاهلي مع اسوان، اخترت ان اليوم اللي تتكرم فيه يبقى فيه طرف النادي الاهلي. طبعا طبعا، انا واحد من ابناء النادي الاهلي، تربيت في النادي الاهلي ولعبت في النادي الاهلي 10 سنين يعني، خدت مع النادي الاهلي معانا على الهواء دلوقتي. ده ملعب اسوان، مباراه الاهلي كانت مع اسوان، واخترت انت اليوم ده يكون الاهلي طرف. خد بالك يا كابتن اسامه، انا اللي قررت اللي يكون ماتش اسوان والنادي الاهلي. وقلت اعتزل عشان ده اسوان عملت معاهم موسم استثنائي. وشعب اسوان انا بحبه جدا على المستوى الشخصي، والجمهور كله اهلاوي، والنادي الاهلي طبعا ده اللي انا اتربيت فيه وناديه. فانا قلت لازم اما اجي اعتزل في النادي اللي انا اتربيت فيه والنادي اللي انا بحبه جدا. بصراحه انا يعني جمهور النادي الاهلي فاجئني استقبلك استقبال كبير وقتها. استقبال انا بصراحه حاجه كبيره جدا، وجمهور اسوان استقبلني استقبال حاجه كبيره جدا. بصراحه كنت مبسوط اول يوم ده، وجمهور النادي الاهلي بصراحه حتى بعدها كتبوا كلام يعني فرحني قوي قوي، وده المعتاد من جمهور النادي الاهلي اللي هو واقف جنب ولاده وبيحس بولاده وبيحس اللي هو قد ايه انت اديت للنادي الاهلي او واحد من ابناء النادي الاهلي يعني. رتبت مع مين اللحظه دي علشان يعني يحصل التكريم ده قبل المباراه؟
كلمت كابتن سعد حفيظ بصراحه، كلمته قبلها بيومين، قال لي عمرو اللي انت عايزه هعمله لك، قال لي اللي انت عايزه انا هعمله لك. انت يعني على المستوى الشخصي انا بحبك جدا، وعمرك ما عملت معانا مشكله، او وانت في النادي الاهلي عملت مشكله، اللي انت عايزه اعمله لك يا كابتن، عايزك تبقى موجود اليوم ده والنادي. قال لي اي حاجه عايزها صعبه انا هحلها لك. وكلمت طبعا رئيس نادي اسوان ونائب رئيس نادي اسوان، بصراحه كله رحب وكل الناس رحبت وكل الناس كانت موجوده الحمد لله، وبفضل الله يعني الحمد لله طلع تكريم. الوالده يعني موجوده برده والاسره، دي كانت اهم حاجه اللي والدتي تكون موجوده. والدي الله يرحمه برده لو كان موجود كان نفسي يبقى موجود، بس والدتي عشان تعبت معايا، هي والدي الله يرحمه وانا صغير كانوا بيجي معايا النادي الاهلي مدينه نصر وتعبوا، فانا صممت اليوم اللي انا ابقى اخر يوم فيه والدتي هي اللي تتكرم بالنيابه عني عشان تعبت، وهو احمد اخويا برده جنبها، بصراحه كل الناس تعبت يعني، فكان يوم جميل بالنسبه لي. يعني شعورك يا حلواني يعني وانت ابتديت مشوارك في النادي الاهلي، انت ابتديت وانت عندك كام سنه؟ 10 سنين. 10 سنين في النادي الاهلي، في استراحه النادي الاهلي، في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وطلعت فتره الدرجه الاولى، وبعد كده لعبت الانديه احترفت ولعبت الانديه اخرى، وبتختم تكريمك في النادي الاهلي، ودلوقتي محطه بقى بتبتدي مشوار جديد في النادي الاهلي مره اخرى في اكاديميه النادي الاهلي والعمل الاداري. بص يا كابتن اسامه، النادي الاهلي يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى النادي الاهلي علمني حاجات كثيره جدا جدا، يعني سهل لي الطريق اللي انا ابقى من اللعيبه الحمد لله في مصر الناس بتتكلم عليها كويس، بسبب اللي انا وانا عندي 10 سنين متربي على حاجات ما بتتغيرش في النادي الاهلي، اللي هو الاسس، وتعرف اللي ليك واللي عليك، وتحترم مدربك وتحترم شغلك واكل عيشك، وتبقى حريص جدا على كل كبيره وصغيره في النادي الاهلي، وتعلمت ازاي تبقى وانت صغير تكسب وتاخد بطولات. ده اللي فادني ما رحت اوروبا يا كابتن اسامه، يعني حسيت ان الموضوع كان سهل جدا لما رحت اليونان. اللي الموضوع زيه زي النادي الاهلي زي اوروبا بالظبط، اللي انا مواعيدي مظبوطه، تماريني، المدرب، تذاكر الماتشات، تشتغل كوره، ما تلعبش كوره تشتغل كوره. وانا صغير كان طول الوقت مستر كروفر وكابتن بدر رجب وكابتن محمد وهبه وكل الناس اللي في القطاع وكابتن شطه وكابتن علاء ميهوب، طول الوقت كان وكابتن ضيق طول الوقت كان بيكلموا ان انت لازم تشتغل كوره ما تلعبش كوره، طول الوقت كانت في دماغنا تشتغل كوره، شغلتك يعني تذاكرها كويس، يعني تهتم بكل تفصيله، تنام كويس، تاكل كويس، تشرب كويس، تذاكر الماتشات، تبقى لعيب مميز طول الوقت، لازم تبقى موجود في حته تبقى مميز طول الوقت. كان النادي الاهلي دايما يتكلم كده معانا، لازم في اي حته تكون موجود فيها لازم تبقى مميز يعني. فتعلمت حاجات كتيره جدا حتى لما سبت النادي الاهلي ورحت اوروبا طبقتها، وجيت حتى في انبي، قعدت 10 سنين في انبي برضو، ما تبقى لعيب وتلعب في نادي كبير 10 سنين حاجه برضو، ده يدل ان انت الحمد لله كنت ملتزم جدا وما عملتش مشكله واحده في النادي، وكنت كابتن النادي انبي، فمرينا برضو بظروف كويسه، كانت الموضوع سهل بالنسبه لي، اللي انا عارف اللي ليا واللي عليا وانا صغير يعني.